معنا إلى البداية والنهاية لنرى هذه السنة 654 ماذا حدث في الحجرة النبوية؟ صحيح ولا؟ نعم. لأنه يقول بأنه لما احترق بني على ما كان، يعني عندما جدد بناء الحجرة النبوية أيضا حافظوا على هذه الكوة. تعالوا معنا إلى البداية والنهاية أعزائي الحافظ ابن كثير، دار عالم الكتب، صفحة 335. التفتوا لي جيدا، أريد أقرأ بعض العبارات تنفعنا كثيرا. ابن كثير يقول: ثم ظهرت النار لها ألسن تصعد في الهواء إلى السماء حمراء كأنها العلقة، وعظمت وفزع الناس، يعني أهل المدينة، إلى المسجد النبوي. فزعوا إلى المسجد النبوي. هذا قد يقول قائل: شو هو إذا الحق مع ابن تيمية؟ لم يفزعوا إلى ماذا؟ إلى الحجرة النبوية، ولم يستجيروا بها، وإنما استجاروا بماذا؟ بالمسجد. لا أعزائي، انظر ابن كثير ماذا يقول. يقول: وإلى الحجرة الشريفة واستجار الناس بها. إذن أهل المدينة كانوا يستجيرون، مو فقط يسلمون. مو أيها الحاقد يا ابن تيمية تقول بأنه أساسا حتى يسلمون. أهل المدينة لا يسلمون، لا، كانوا عندما تلم بهم الملمات والشدائد يستجيرون. بمن يستجيرون؟ بالحجرة النبوية، بالقبر الشريف. وأحاطوا بالحجرة وكشفوا رؤوسهم وأقروا بذنوبهم وابتهلوا إلى الله تعالى. بعد واستجاروا بالله واستجاروا بنبيه. تقول يعني النبي يفعل ما يشاء؟ لا لا لا، وإنما بقدر بعظمة نبيه، بمقام نبيه، بمقامك، بمقام نبي رسول الله عندك يا الله، ارفع عنا هذه. وهذا الذي يفعله الشيعة في كل عتبات. هذا أهل المدينة هؤلاء. إلا أن تقول، وهذا الذي يفعله السنة عند قبور الأولياء الآن. إلا أن تقولوا، وهذا إقرار إذا قبلتموه هو إقبال. إلا أن تقولوا أن هؤلاء الذين فعلوا كلهم كانوا رافضة مولانا في ذلك الزمان. كانوا ماذا؟ أين ذهبوا؟ مو أين ذهبوا، هذا يكشف على أنه لعد المدينة كانت بيد من؟ بيد الرافضة. بيد الرافضة. إذن تعالوا اقبلوا أعزائي أن المسلمين هذه كانت فطرتهم. المهم، إلى أن يأتي أعزائي في صفحة 341 يقول: وكل ذلك قبل، واحترق سقف الحجرة النبوية، ووقع ما وقع في الحجرة، وبقي على حاله حتى شرع في عمارة سقفه وسقف المدينة.